السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذه الحلقة بغيت نشارك معكم وصفة ناجحة للسمين وإبراز المعالم الأنثوية بالخصوص الجزء السفلي من جسمك بسرعة في وقت قصير. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفة اليوم، كنتمنى من الناس اللي كتزور قناتي وصفات مع أمينة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج جوج ديال المكونات. المكون الأول هو الحمص المحمص لكي تناولوا مع الفاكهة، من الأحسن أختي ما يكونش مملح، إلى ما لقيتيش ممكن أختي تستعملي الحمص العادي اليابس لكي نستعمله في المطبخ. غادي تحمصي أختي عندك في البيت وغادي تطحني على شكل بودرة. في المكون الثاني غادي نحتاجو الحبوب ديال الصوجة ولا فول الصويا حتى هي تكون محمصة ومطحونة. غادي تاخدي أختي هاد المكونات هادو بكمية متساوية، مثلا نصف كيلو من الحمص يكون مطحون على شكل بودرة يكون محمص، مع نصف كيلو من حبوب الصوجة محمصة ومطحونة. بالنسبة لطريقة تحضير ديال الوصفة، غادي تاخدي أختي هاد المكونات هادو، غادي تنظفيهم مزيان، غادي تحمصيهم وتطحنيهم. ملي غادي تطحنيهم أختي غادي تخلطيهم مزيان، يعني البودرة ديال الحمص مع هاد الحبوب ديال الصوجة البودرة ديالها حتى هي. من بعد ما غادي تحمصيهم غادي تحتفظي أختي بهاد البودرة هادي المخلطة، تحتفظي بها، من الأحسن فواحد العلبة تكون ديال الزجاج، وغادي تبقاي تستعملي منها بشكل يومي. هذه الوصفه هذه فعاله بزاف وكتجي لذيذه. بالنسبه للوصفه الاصليه هي فيها غير جوج ديال المكونات، فيها غير الصوجه والحمص، واللي بغى يضيف مكونات اختياريه بحال السمسم يعني سنجلان ومحمص ومطحون ممكن، ولا اي نوع من المكسرات بحال الكاوكا ولا اللوز ولا القرقع وحتى الزبيب ممكن اختي. بالنسبه للفواكه المجففه دائما لكم الاختيار وحسب الامكانيات ديال كل اخت. التمر حتى المعجون حتى هو مزيان، التين المجفف كاع هاد المكونات هادي كتزيد من المفعول ديال الوصفه وكتعطي طاقه وحيويه طيله اليوم. هاد الوصفه هادي مجربه وجربها بزاف ديال الاخوات ولقاو عليها نتائج رائعه. هاد الوصفه كتزيد في الوزن ديال الجسم ككل وبالخصوص في المعالم الانثويه بحال الصدر والارداف والمؤخره حتى الصيقان. غير خاصنا نتبعوها بشكل يومي وبطريقه صحيحه وبالمكونات اللي ذكرت لكم سابقا. واللي بغى يضيف مع هاد المكونات القليل من عسل النحل الطبيعي ولا زيت الزيتون ممكن، ومن الاحسن كاع تضيفي اختي زيت الزيتون. واللي بغى يضيف المكون ديال الحلبه ممكن تضيفي اختي مقدار معلقه كبيره من الحلبه مطحونه محمصه واحد شويه غير باش تخففي من الرائحه ديالها. غادي ديري اختي معلقه كبيره من الحلبه الا استعملتي كميه كبيره من الحمص ومن الصوجه. بالنسبه للذكور يمكن ليهم يعوضوا المكون ديال الصوجه بمكون اخر بحال السمسم ولا اي نوع من المكسرات، المهم الصوجه خاصنا ما نتناولوهاش بالنسبه للذكور، وحتى الاطفال الذكور حتى هما ما يستعملوش هذا المكون ديال الصوجه، والناس اللي كيعانيو من المصران ما يستعملوش هذه الوصفه هذه حيت فيها الحمص، يعوضوا الوصفه هذه بوصفه اخرى. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تاخذي اختي من هذه الوصفه هذه 3 مرات في اليوم بعد كل وجبه معلقه كبيره، غادي تخلطيها اما مع ياغورت صغير ولا كاس من الحليب، معلقه كبيره بعد وجبه الافطار، معلقه كبيره بعد وجبه الغداء، ومعلقه كبيره بعد وجبه العشاء. واللي بغى يخلط هذه الوصفه هذه ولا البودره ديال جوج المكونات مع الشوكولاته الابيض والاسود ممكن، ومن الاحسن اخواتي تستعملوا الشوكولاته الابيض حيت كيعطي نتائج سريعه وفعاله ورائع بزاف للسمين والزياده في الوزن. ومن بعد مرور الشهر الاول غادي تبداي تلاحظي اختي النتائج ما عليك غير بالمداومه على هذه الوصفه هذه، وفي نفس الوقت ما تكوني متبعه الوصفه ما تشربيش الشاي الا بغيتي هذه الوصفه هذه تعطيك النتائج ديالها. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ولا مرض مزمن ولا المراه الحامل، هاد الناس هادو الا بداو يستشيروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا اي وصفه طبيعيه. كيف ما شفتوا معايا اخواتي اخواني، كانت هذه الوصفه ديال اليوم وصفه طبيعيه بمكونات بسيطه، كنتمنى منكم تجربوها وتردوا لي نتائج في قناه التعليقات باش تعمل الفائده. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم الا عجبتكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش، كنتمنى منهم يشتركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.